جميع متابعي ومشاهدي قناة وموقع القنيطرة 36 في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. حلقة اليوم تبث مباشرة على موقع القنيطرة 36 في اليوتيوب. أجريت عصر اليوم الدورة الثالثة من بطولة القسم الوطني الثاني. هذه الدورة أصبرت على النتائج التالية: الكوكب المراكشي يتهادر بملعبه أمام وداد أتمارة بهدف داخل كل شبكة، شباب المحمدية يفوز على شباب الريف الحسيمي بهدفين مقابل هدف واحد، اتحاد سيدي قاسم يتعادل في ملعبه أمام نادي الرياضي سامي بدون أهداف، ديربي فاس بين المغرب الفاسي ووداد فاس آلى لفريق المغرب الفاسي بهدف دون رد، أولمبيك تشيرا يسحق النادي الرياضي القنيطري بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، شباب أطلس حنيفة يتعادل أمام راسينغ البيضاوي بهدف داخل كل شبكة، اتحاد الزور الفنيسات يعود بتعادل سلبي بملعب أبو بكر عمار بسنة أمام الجمعية، والاتحاد البيضاوي يتعادل أمام شباب بنقرير بهدف داخل كل شبكة. على ضوء هذه النتائج أصبح الترتيب على الشكل التالي: في الصف الأول مناصبة بين فريقي شباب المحمدية وشباب بنقرير بسبع نقاط، في المركز الثالث وداد فاس بست نقاط، المركز الرابع أولمبيك تشيرا بست نقاط أيضا، في الصف الخامس والسادس والسابع يتواجد ثلاث أندية برصيد أربعة نقاط وهم راسينغ البيضاوي، اتحاد سمو الخميسات والنادي السامي، وفي الصف الثاني والتاسع والعاشر نجد كل من شباب الحسيمة والمغرب الفاسي والكوكب المراكشي بثلاث نقاط، أما المراكز 11 12 13 14 15 و16 فيتواجد فيها كل من اتحاد سيدي قاسم، اتحاد البيضاوي، جمعية سلا، النادي الرياضي القنيطري، شباب حنيفرة، وداد فاس برصيد نقطتين. الدورة الثالثة يعني عقدت خمس تعادلات مع يعني ثلاث فرق مصادفة، يعني تمكنت من الفوز على أن الفريق المستفيد بدرجة أكبر كان هو فريق شباب المحمدية اللي اعتلى الصدارة، والصدر يعني تعطل فريق وداد فاس في ديربي فاس. نمشيو للفريق النادي الرياضي القنيطري، فريق النادي الرياضي القنيطري عاد بهزيمة مذلة ونكرة أمام فريق أولمبيك تشيرا، أولمبيك تشيرا يسحق النادي الرياضي القنيطري كما قلت بثلاثية مقابل هدف واحد. الجولة الأولى من هذه المباراة انتهت بفوز فريق أولمبيك تشيرا بهدفين لصفر. سنعرفوا بأن فريق أولمبيك تشيرا يعني في ظرف 9 أيام خاض 3 مباريات، لعب الدورة الثانية أمام وداد فاس، فاس ويوم الأربعاء الماضي يعني أرحل إلى مدينة الدار البيضاء حيث واجه الفريق ديالها المحلي الاتحاد البيضاوي، وهذه المباراة يعني تلعبت مشات الأشواط الإضافية وتلعبت يعني من 120 دقيقة. قلت بأن فريق أولمبيك تشيرا فريق اللي لعب 3 مباريات في ظرف 9 أيام، يعني هناك عياء هناك صفر، تمكن باش يسحق فريق النادي الرياضي القنيطري. فريق النادي الرياضي القنيطري يعني منذ الدورة الثانية يعني كان خاض المباراة ديالو هنا بالملعب البلدي بالقنيطرة أمام شباب خنيفرة، يعني عنده واحد الراحة كبيرة، رغم ذلك ما استطاعش يعني يقاوم إعصار فريق يعني فريق تغلب على فريق القنيطري أداء ونتيجة. من خلال مشاهدة الأهداف اللي توقع على فريق النادي الرياضي القنيطري خصوصا الهدف الأول والهدف الثاني، فالأهداف يعني جاوا بسبب سوء التغطية الدفاعية، ف
فريق النادي الرياضي المغربي أكيد أنه سيعاني وسيعاني كثيرا، يعني دفاع دفاع متفكك، خط وسط غير فعال، إضافة إلى جبهة الهجوم، يعني جبهة الهجوم محاضرش. فريق القرنيطري وفي ظرف 3 مباريات ما تمكنوا ليش يسجل ولو هدف واحد، حتى الهدف اليوم اللي سجلوا والتحسن محسوب على فريق النادي الرياضي القرنيطري، فجأة عن طريق نيران صديقة بعدما سجل أحد مدافعي فريق أولمبيك جيران هدفا في مرمى فريقه عن طريق الخطأ. بهذه النتيجة هي كما قلت نتيجة مذلة ونتيجة مكره جدا، الفريق أبونيتاري بات يحتل المركز 14 برصيد نقطتين. على ضوء النتائج والبدايه المتعثره فريق النادي الرياضي أبونيتاري، فاخر الاخبار اللي توصلنا بها تقول بان المكسب المسير لفريق النادي الرياضي أبونيتاري سيعقد يعني غدا او بعد غد اجتماعا طارئا، وذلك لتدارس يعني الوضعية الراهنة للفريق والنتائج، خصوصا يعني المدرب الجديد اللي هو عبد الواحد بن حسين، فمن المنتظر أن تتم إقالته أو منحه الفرصة الأخيرة في المباراة اللي يستقبل فيها فريق النادي الرياضي القنيطري فريق المغرب الفاسي الدورة الرابعة. إذا متابعينا ومشاهدينا الأفاضل ما بقي إلا أن نودعكم وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.